اهلا، صباح الخير عليكم اخوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. الان احنا كنتواجد في مدينه مكناس وبالضبط ملتقى الدولي للفلاحه بالمغرب دوره 16. اذا خليكم معنا اخوتي قناه عبد اللطيف القنوري، غادي ناخذكم في واحد الجوله هنايا خصيصا غادي نمشيو لجهه الشرق نشوفوا المنتوجات اللي كتعرض بالنسبه للمنطقه الشرقيه. اذا كما كتعرفوا الناس جات بزاف كما كتشوفوا بالنسبه للمعرض الدولي، ما شاء الله يعني الحضور قوي ما شاء الله من جميع الساكنه ديال المنطقه وديال المغرب كامل كما كتلاحظوا. اذا غادي نمشيو للمنطقه الشرقيه نشوف المنتوجات اللي كتقدمها المنطقه الشرقيه، على خصوص المنطقه الشرقيه ومدار بركان، المهم المنطقه كامله. اذا كما كتلاحظوا بالنسبه للناس راه جات بقوه، هي الناس حاضره تبارك الله. الجهه الشرقيه، دواري وقت ديال الجهه الشرقيه، نبداو بالعسل، العسل واللوز ديال بني زناسن، بني زناسن، العسل، كسكس، الصلب، الأعشاب. إذا كما كتلاحظوا بالنسبة لهاد الجهة الشرقية، هذا العسل واللوز، وشفنا حتى التمر. جهة الشرق التمور والزيوت كما كتلاحظوا يعني، والعسل. التعاونيات هادو اللي كيديروا الاعشاب والعسل. الجيل الاخضر المنطقه الشرقيه، هنايا التعاونيات ديال الصفاء اللي كدير الزيتون. وشفنا الخضروات حتى هما بالنسبه لقصبر النعناع المنطقه الشرقيه، كذلك الناظور، مطيشه ديال الناظور المنطقه الشرقيه كذلك. تحيه الناس المنطقه الشرقيه، ناس بوعرق، ناس الناظور، ناس زغنغن، وكذلك مطيشه سوريز ديال مداغ المنطقه الشرقيه. بالنسبه للسوريز عندنا اربعه ديال الانواع، واحد جوج ثلاثه اربعه ديال الانواع. عندنا مطيشه سوريز اربعه ديال الانواع ديال بركان مداغ. غادي نشوفوا الخضروات الجهه اللي من لهيه، وكذلك البرتقال، الحواميض، الزروديه ديال بركان، العتامنه. اسمح لي نفوت. الزروديه ديال المداغ، الفول توريرت، الجلبانه توريرت، مداغ توريرت، بصله ديال التوريرت، بوعرق. هذا الشمنظر ملوية بركان، المنطقة ديال زايو.
الجهه الشرقيه. هلي نشوفوا هذه البلاصه، هذه عاوتاني هي فيها الزيتون وعلبات الزيتون وزيت الزيتون وكذلك الحواميض. اكيد ان هذا الشيء كامل ديال المنطقه الشرقيه ديال بركان. ها هي بركان مدغ مدغ مدغ، وهذا اكيد انه ديال زقزل، منطقه ديال زقزل مدغ. مدغ البيو المزاح ديال زقزل، انتم تشوفوا بالنسبه لبوغريبه تزارين زقزل تزارين بوغريبه. اذا اخوتي هذه كانت الجوله في منطقه المنتوجات ديال الجهه الشرقيه كما كتلاحظوا. هنا قرنيع ديال مدغ، هنا كوليمو عاود المنطقه الشرقيه جميع المنتوجات ديالها ديال كيلويمو، اللبن رايبين الحليب الشركه ديال التعاونيه ديال كوليمو. عندنا هنايا زنجلان كسكس كسكس الاعشاب مشروع الدعم التنميه القرويه مندمج للمناطق ديال الشرق. الحلويات التمر لوز بني زناسن تحياتي الناس تافو غالت الناس سوق الحد الاسلام. كسكس عسل يلا اخوتي حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد عبر قناه عبد اللطيف القنوري. هذه كانت الجهه الشرقيه وان شاء الله غادي نمشيو للجهه الاخرى باش تشوفوا معنا الاجواء كي دايره. تحياتي.